المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع هذا البرنامج من دوان الشعراء النبط، ومعنا الأخوان الموجودين معنا بالاستديو، والبرنامج يتخلى له فقرات من تسجيلنا الخارجي والتسجيل القديم. آملين إن شاء الله نحوز على رضاكم. مساكم الله بالخير جميعا. مساكم الله بالخير يا أبو حمد. نعم راشد. نعم طال عمرك. في عندك قصيدة ابن فطيس، شو ولده؟ ابن فطيس. ابن فطيس. نعم طال عمرك. هذا عبد المحسن ابن فطيس. نعم. طلع عليه ولد فيه البركة وياكم، يشوفه هابريح ويخاف انه يطغى، فهو ينصحه بهذه الكلمات، والولد رد عليه يقول: الله من قلب همومه تمله، وينقل على الدنيا من الهم همين، همني دولبه وهمني تله، تل رشام بين وردن محيمين، يا عبيد لو سارت لياليك فله، لا تامن الدنيا ترى هم وجهين، مرة تجيك ولو ما فيك خلة، ولا طوتك لين ترجع مسيكين. صح. عقب النشاط تجي حياتك مذلة، من حالتك تضحك عليك الوراعين، حذرك تخاولي على غير ملة، خافك تظلي لا تبعت المضلين، خافك تظلي لا تبعت المضلين، لازم تعين لك كتاب تفله، تقرأ كتاب وحاضر لك موازين، ايضا يبقى من حياتك مجلة، هم على طغيان ولا على دين. أما كذا ولا كذا، أما على طغيان ولا على دين، لا تعتج إلا جاء من الربع زلة، واسمح إلى جاتك من الربع لدنين، إلا إلى عرضك من شان دله، رد الخصيم إلى تعرضك بالشين، ولا باس لحطيت مجلس ودله، ومنارة يجذب سناها المغيبين، ورحب إلى من جات كانها لهله، واشتر ذبيحتهم إلى كان بالدين. هذه يقولها عبد المحسن. يقولها الله الله رد الولد. رد الولد. قال: أبوي وصاني وأنا فاطن له، وصية الوالد على الرأس والعين، من لا يطيع أبوه هذاك خله، هذاك ما يسوى من الصرف قرشين، أنا خوي اللي دليله يدله، ما خاوي إلا كل واحد حمر عين، اللي لسموه قالوا بحله، هذاك تشرع خوته بالملايين، اللي حط اللاجين محله، صبار جبار على العسر والليل، ما خاوي اللي صار في الكبد عله، وإن جال زومك قال ما هو بذا الحين، خلص صغيرة والكبيرة هتزله، ولا لفها ما جاء من العشر ثنتي، ما جاء من العشر ثنتي. سؤال الحاضرين والمستمعين. عافاك الله. الله يعافيك يا أبو حمد. يا أبو سعود. السلام لعلك تسلم أخوانك المشاهدين والسامعين. في عندك في أسبوعنا الماضي حلقة من حلقات عرضنا القصائد للقاضي والوضيحي. اي نعم. احب لو نسمع من قصائدهم واحده من قصيده القاضي كذا، لان الوقت يمكن ان القاضي محمد القاضي نوزع بيننا. نعم. لان القضاة ترى اثنين، محمد صالح ومحمد عبد الله القاضي. ثلاثه هم، عبد العزيز وابراهيم. لا هذا محمد عبد الله الصالح. نعم. يقول: فكرت بالدنيا وظهرت مكتوم، ما حن في لحى صدري وحاني،
فكرت وانا بكار الافكار مهموم، قلبي سوى جاشه لهيب الغرام. يا اخ فق خوق سبوق طير بغى الحوم، يرف من جاشه الرفيف الحمامي. يسبح ويسجن بس مغارز النوم سنة على لوح به الموج طامي. وشاهدت بالدنيا غيرات وعلوم، عجائب بحوال حامي سامي. تم دولة انصالت وزالت لها قوم، أخبارهم وذكارهم كل حلامي تناقلتها أحداث الأيام بسهوم، يقطعت دنيا ما العيش سدوامي. صح. ما دبر الباري على العبد مقسوم، يسلم ويرضى بالغدر والسلامي، والعمر له حد بالأوراق مرسوم، والرزق مضمون حسابها بالتمامي. لو تسأل اللي عاش بعشرة يوم سوى من عمر من عاش به ألف عامي، وبصر لو أن صفت لك ربع يوم يشويك مسمار على السبحامي. من خاطب الجاهل جهل منه معلوم، حده لما يطال خطب الخطامي. من شاف عيب الناس بالعين ملزوم، مغرى وعين عيب عمل عين عامي. هيهات من يسلم من الشوم واللوم، ورضى الناس غاية ما ترامي. نلت المخلوق من العين معصوم، غير الذي ظلل عليه الغمام. اللهم صل عليه وسلم. نعم مات المخلوق من العين معصوم، غير الذي ظلل عليه الغمامي. سم واحد مغرب رايه ودوم، يخوض في جهله غزير الجمامي، ولا عاد ينفع ميت القلب تعلوم، تابع مرايه زليل الرحام. زليل الرحام من يبذل المعروف بالعف مليوم، خاب وخسر ما يفيد المضاء ما يفيد الملامي. احذرك خلان الرخاء عدهم كوم، خلان من دامت نعيمه ودام، ويدبر الدنيا كعدوك معدوم مروك، ما ردوا عليك السلامي. ما دام ما حدك الدهر مظيوم، عدك يصدر حاميات الظوامي. ابصر بحالاتك ترى العجل مذموم، مساعف الله من غشمها شمامي. نفسك وطيب الخيم معطى ومحروم، وهاي بنت اعطى لنفوس الكرامي. وهاي بنت اعطى لنفوس الكرامي. والمكر يرث والمعاصي بها شوم، خطى الخطا خلط الحلال بحرامي. لا تفتح لنا واحد بيت مهموم، بيت مهموم ترى الهرج عنده تراب الحزام. يدر بالك من دعا كل مظلوم، عينه تنام وخالجه ما ينامي. خالجه ما ينامي عليك مر. يقول هي القصيدة طويلة هذا والله حافظ منه. ترى الهرج عندك تراب الحزام، إن قبل الدنيا عدوك شغموم دبح صيد من بالخلا ما ينام. ما ينام. عفاك الله يا أبو سعود على كل قصيدة قديمة، وتشكر على حفظك لها. إخواني الأعزاء، أحب أشعر بعض الإخوان المشتركين في ديوان شعراء النبط من الفرق الشعبية والشيالة إن يراجعون الديوانية لإنهاء معاملتهم في احتفالات عيد الوطن، شاكرين لهم تعاونهم معنا. أما الآن إخواني مع فالح أبو شريد تصوير خارجي. مع فالح أبو شريد في ديوانيته، خلونا نشوف سوا. أبو شريد، فيه قصيدة جبتها عن البعير عند معازيبك بالأول اللي أيه. حياة المرحوم مغفور المبارك حمد المبارك. أيه. حمد المبارك أيه. وكذا؟ أي نعم. أيه. الله يسلمك. هذا البعير بابن عليه صبين عازبي قال له صقر، وضامته القرب يجي ماي من كيفان، ضامته القرب وسوي روحه مسخن وطاح بالدوالية صونة بناي. أيه. والبعير عقلوا أربعة في حوش المطبخ. ها. وتم له مدة يطحس يطحس، والخدام خانم عجمية خجمية خانو خانم خانم تغشم المواعين. لا قف يروح له قام تحدفه بالصخر البعير. أيه قام تحدفه بالصخر، وجمعة يجيب جت من السيف يودي حق البقر ولا يعطيه. ما يعطي البعير. ما يعطي البعير. اي عاد سويت قصيدة على سالة. قال البعير من الدهر شفت لك دار. قال البعير. قال البعير من الدهر شفت لك دار. بالي صديق الله صغير ونساني صغير مرض، وطحت في البيت محتار اموت ضميانة، ولا حد سقاني ولا حد سقاني. خالم تكمخني من البيب بحجار، وابرك على زوري وهمي طواني. عقب البرور وقطفنا ايش بالازهار، حب الطعام ورعيها مهناني. مهناني يا معف الله في جهازيم القفار عدل، وسط البكار الشقح والله رماني. من فوق شمس ومن حدر نار وجدار، وزوري من القردان جم رهان. وصاد بالحوش مربوط. في حوش مطبخ والبقر حس انثار. في حوش مطبخ. اي والبقر حس انثار، وزوري من القردان جم رهاني.
في عوش بطبخ والبقر حس انثار عقب الحين ورعين القحوياني يعني. هين الجمعة لا دخل له مدوار يطل بقر جتن وانا ما عطاني احن ورغي عندهم تقل طرارة هو من للعجلة ومنها حداني والله يا لولا العبد في ديه من قوار يم العجول الطيانة ما تعصاني يم العجول الطيانة ما تعصاني لرق جته والحق القت فخار وعشرة بقيرة ما تصفي ثماني عدل مرن جبعة شربك الرجل بهجار وجودا على ربطي بزق بلواني ماني فتان على خادم صار أشرح على اللي بالدراهم شراني شيخني بديوانه شبع كل مرار كفو. والعيش يرجع ما وكل بالصواني هل سيف يتكد على كل عيار والكل منهم ما يعرف المعاني يا صقر طلعني مع الباب ومجار قلعة ولا مخطور والليل داني قلعة ولا مخطور والليل داني قال أخاف توخى ثم تأتينا عيب عار عار أخاف توخى ثم تأتينا عار عيب على الوقت كالعباني يا العماني قال يقل علابك بخبر سنك الفار نشلو سنك ما يتلك زماني قال مريض لكن على البيت صبار لا علم يطاق شيء وطاق يقول قال والله ثم الله يا صقر عيار ما بك سخونه وانتبه يا الهداني قال لي علي البقلك مع الخف مسمار وحملك ثجيل والمسير متواني قال يهب قالك يا صقر من هل النار ما نمرتك يا صقر نمرة جناني أول شبابك يا صقر وانت حمار وش علمك للجيش المشبهاني حدل قال أنا من العوازم تتعب الجيش ومهار ولا انت هرشم ما تشد الغواني قال صح العوازم تكرم الضيف والجار بس انت بالدرجال هم غلطاني بس انت بس انت بالدرجال هم غلطاني واذكر ربي عد ما بالسماء بان وعداد ما يركبون اسماني عفاك الله يعافيك هذا خوش محاورة محاضرة اي الله يعافيك يا ابو محمد نعم نعم الله عليك وعلى اخوانك المشاهدين احنا في صدد التراث والقصائد القديمة وهذا لو نسمع من عندك قصيدة بركات الشريف سمع اخوانك المشاهدين يا مرقب بالصبح نطيت راقيك ما واحد قبلي خبرته تعلاك وليت يد الدهر مكثر بلاويك الله يزودنا السلامة من أتلاك من أتلاك اللي على العربان عمت شكاويك وليت يده رشقة والمقساك اليوم هل كانون غاد شبابيك تلعبها الرياح من كل شباك هل قانون يا مالك اسمع جابتي يوم وصيك وعرف ترى يا أبوك بامرك وانهاك وصيت من والد طامع فيك تسبق على الساقه لسانه العلياك اوصيك بالتقوى عسى الله يهديك لها وتدركها بتوفيق مولاك مولاك احفظ دبشك اللي عن الناس مغنيك اللي اليابان الخلل فيك يرفاك كبش يحطه ولا الاقدار بيديك اخير من قطعان ذولا وذولاك اجعل دروب المرجله من معانيك واحذر تميل عن درجها مرقاك مرقاك لا تنسدع عنها وتبغين يعطيك جميع ما يكفيك ما حاصل ذاك هرج النميمة بالقفا لا يجي فيك أحذرك عرض الغافل أياي وياك تبدي حديث للملا فيه تشكيك وتهين بين الناس بالكذب وشراك ولينوي تحذر تعلم بطاريك كم واحد انت بغيبها العرف وغواك لا تستمع قول البعض يوم يأتيك بالكذب يقضي حاجته كل ما جاك من نملك نمبك ما فيه تشكيك وإله قد أجرى رفيقك وزرك وأجراك عندك حكا فينا وعندي حكا فيك واصبحت كارهنا وحنا كرهناك أدب ولدك إن كان تبغيه يشفيك ولو زعلت أمه لا تخليه يا لاك رافق شجاع بالمهمات يشفيك إن شاف خلاتك عن الناس غطاك الحر مثلك يستحي يصحب الديك وان صاحبه معاعات لدياك ونرجي انك ما تجدون اهاليك ولظن عود الورد يثمر بتنباك مخطاك ما صابك ولو كان راميك واللي يصيبك لو تتقيت مخطاك او فالرجال حقوقها قبل تاتيك لا توفي بالقول فالحق يقفاك او فالرجال حقوقها قبل تاتيك لا توفي بالقول فالحق يقفاك رفيق اللي بالعطايا إيمانيك انصه المقضاة الغرض قبل ينصاك أما تجود الواحد إن جايدا فيك ولا يصير فلان ما هو بشرواك واحذرك احذرك لا تشنا رفيق مصافيك اللي أجرالك جاريا قلت لولاك احذر تضيع كل منه ذخر فيك معروف لا تنساه ووفه بعرفاك ترى الصنايع بين الأجواد تشريك واللي طمعت بغرسها لا تعداك واحذرك
لا تشن رفيج مصافيك الى جاره لك جاري، قلت لاولادك والقصيد اطول من هذا، لكن هذا اللي صابك ولو كان راميك واللي يصيبك لا تتقيت مخطاك بالك، ترى فج واحد ما يصافيك ياخذ غريفك ثم يوديه ذولاك، عندك حسافينا وعندنا حسافيك واصبحت مبغضنا وحنا كرهناك. احنا كرهناك صحيح. الله يعطيك العافيه. باروك نعم نسمع منك شوي شوي، نسمع منك ذي موجزه، معود ترى في عندنا فقرات بالنسبة. والله الربع ما قصروا، لكن انا بجيب من الجديد، هم جابوا من التراث القديم نعم. احنا بنجيب من الجديد، وهي نصيحه نبي صالح حق اخواننا نعم. اي نعم، يقول سميت باسم اللي فرض خمس الاركان سبحانه الخالز المعبود جل جلاله سبحانه اللي عال من كل ما كان محصي جميع دقاقها مع جلاله سبحانه، الاولى شهاده له برهان ورسوله اللي مرسله بالرسالة، والثانية تقويم فرضه بلد كان خمسة فروض بكل يوم ولالة، والثالثة زكاة مالك اليحان تراك عبد الله والمال ماله، والخامسة والرابعة الصوم الشهر بر وحسان، يا سعد من صامه من كان ناله به ليلة القدر ترى مالها ثمان، اللهم فضلها بفضل وفضالة، والخامسة الصوم والخامسة حج البيت بوكدان، وهني من البيت دنر حاله أدى الفروض الخمس من غار نقصان حتى يظل الكل ولي في ظلاله، والهنك ماله يا طويلين الايمان يلي تبون المرجله والشكاله صح. الوالدين لهم على الولد أيوة. حقان صح. كمل حقوق الوالدين بكماله، والجار حقه من قديمات الازمان، وصى على المصطفى في مقاله، والضيف ضيف الله يا جاك تعبان قدم له الميسور، وقل له هلاله، وترى الخوي عند الجويد الجويد للشان، لابد ما تفرق جمالك جماله صح. واحلم على الجاهل ولو كان غلطان، وخلك حكيم وفاهم بالعدالة، وتمت وصل لي عد وبال الأمزان إعداد مهل المطر من خياله، وسلامتك وسلامة المستمع. عافاك الله، الله يعافيك، الله يعافيك. إخواني الأعزاء، خلونا مع سعران ومع هذه الربابة، خلونا نسمع سوا. انت نبغى صوان بغاك كرني الله لا يجزاك اليوم الأعزاء.
خلونا نشوف هاي الفقرة وهي من تسجيلنا القديم كان 73 أسود وأبيض المسفر الجتامي. يا نجوم السماء يا مستجل خبري صاحبي عما جرى لي. يا نجوم السماء يا مستجل خبري صاحبي عما جرى لي. يا نجوم السماء يا مستجل خبري صاحبي عما جرى لي. يا نجوم السماء يا مستجل خبري صاحبي عما جرى لي. بلغي هالرسالة في محل بلغي هالرسالة في محل تشرق على رؤوس الجبال. يا جبين سما الشمس المطلة يوم تشرق على رؤوس الجبال. له جبين سما الشمس المطلة يوم تشرق على رؤوس الجبال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، سأكمل معكم ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع. مساكم الله بالخير يا جماعة. بخير. كيف الحال؟ إبراهيم. يا جماعة، في أبيات للمرحوم شايع الأمسح الله يرحمه اللي يقول: يلومون الأنذال لا كثر مالهم، يلوموني ويلحجوني ملام، يقولون خل الضيف لا تعتني به، يا ابو الردى يبني علي سنام، يوصي امرته يا بنت عمار ويخت معمر، يا بنت اجواد ونسل كرام، لا تلطمين البيت من دون جارنا، بيت بلا جار علي حرام، وحلفت ما خلي مال الوارث ولا يصير بين الوارثين اقسام، الا مهرة صفراء وعود من الزنا وسيف شطير في يمين غلام. في يمين غلام. فالحين نرجع على مطر مفضي الشمري. أبو مفضي، وش عندك للمشاهدين؟ والله عندي طال عمرك قصيدة. عندي قصيدة اللي يقول: يا الله إني طالبك يا الولي، يا الولي وأنت الرقيب،
اي نعم نسمعها مشاهدينا. يلا هني طالبك يا الولي رب الرقيب يا الذي نزلت كتب بها فروض الصلاة تعلم يا الولي ربنا فيك الغيب عليم يا الولي في جميع الخافيات يا سميع يا الولي ربنا حس الدبيب عالما يا ربنا في جميع الكائنات يا الله انك تحفظ الشيخ جابر يا مجيب تحفظ الشيخ جابر والبلاد من الطغاة اللهم امين. مع ولي العهد سعد انت فكلنا الحبيب والصباح شيوخنا وشعبنا هم والحمات الله الحمات يعني. جيوشنا الباسلة ضد الحريب جيشنا ضد العدو كالجبال الراسيات يا الرب يفكه من عيون تصيب من عيون الحسود انك تفك الحمات بعد ذسره بدعت من المثل قم تجيب الشعبنا والمستمع في جميع الجاريات انتبه واسمع كلام يقول بهالديب استمع مني على اللي مضى والصائرات شفت ناس ما تعرف الحياة والله عجيب في ناس باختلاف على كل الصفات الله يستر جنبوا درب النبي الرسول اللي نجيب الرسول اللي محرر جميع المكرمات جنبوا سلم لها الهموم بشكل طيب الاهل تشفق على الطيب وفعل الطائلات يا جماعة شفت بالناس أنا شيء رهيب شفت شيء باللواد بفعوله كايدات شفت بعض من العرب ما يهمه كل عيب بعض ناس عاطله من عياله ومن بناته شفت شيء يا جماعة غريب منه ريب كيف بعض الناس ترضى نساهم عاريات الشباب اللي وراهن تغازل من قريب لو على كيفه جميعا تصير ملابسات مع فعول الناس أنا خايف المرضى يشيب يالله انك لا توري يالله انك يا الولي لا تورينا الشمات ومن عواصى والده جعله بنار الله لهيب وسط نار لهيب بهرات نحفات ما يحشم في كلامه رجل فيه شيء بعض رجل يبخصته يحوش العايبات وشفت بعض الناس ما هو باغي نشوف النسيب يا شفت بعض الناس ما هو باغي نشوف النسيب ما يحس بعقب نسبه سنين ماضيات عقب نسبه يكرهه جاعله مثل الحريب أولا عنده عزيز حساب العائلات وشفت ناس تذي الجار وما تقبل ما تبغى القريب يا بتسورعه من الجار ياخذ العصا تشتكى عند المخافر وجابه للطبيب قال ولد الجار ضرب ولدنا في حصات قال كزه للمخافر يحاكم يا طبيب لأجل أنا أخذ كل حقوقي عليهم كاملات كيف تشكي جار كلي على بيتك قريب هقوتي تاخذ كلام المرأة والدايحات النبي وصى على الجار يجعلك تخيب الرسول المصطفى كرم الجارب وصات وقصرة الأنذال تذيك وتظهر فيك شيء ما تحصل كود لو منوقع فيها الشمات تظهرك يضربك بين الضماير مثل شوك العسيب خذ كلام من هل العرف تعطيك الثبات وقصة الأجواد من جربه مثل الحليب من حليب النوق وندر الروهن بالفلات في ربيع وزاهي العشب في وسط الشعيب زاهي نوار عشبه على وقت النبات وقصرة الأجواد كنه دخون فيه طيب ينتشيته داخل الراس توجس له حالات وقصرة الطيب اليسار من جد عريب لا تضام ولا تقرب حواليك العصاة تنقذك يا صرت عطشان ممي الجليب من قراح يشربته مثل شط الفرات تظهرك عادة الأجواد من حر اللهيب تظهرك عادة الأجواد من حر اللهيب تظهرك من له بالنار واللي جاريات وشفت ناس تتصل بالهواتف شجي باتصالك اللي أبوها تصير مغازلات يتصل يا باتصاله ما يتكلم حرام لو تجيب ما يحصل يتصل كود لعنه واشتماته وشفت ناس بالشوارع تقحص له حطيب ليه تذي باتشافيط عند العائلات يحسبون ازعاج ناس تحصل فيه طيب ما تجنب عن جميع الاذى والمزعجات القزوز اللي يدعس موتره دله يجيب له قزوز اثنين يشبه الحس الطائرات خالفونه بالشوارع ولكن ما يثيب قال أنا ابن فلان أنا اليوم عندي واسطات مزكرة سيارة له على كيف عجيب الثمن طايف ومطلوبة للشركات خالين جيبه من الفلس ما يقدر يجيب بالمرور وبالمحاكم عليهم خالفات ما يجي للمدرسة حاضر دايم يغيب ما يجي للمدرسة لابد بالعائرات اللي يسألوه أهله عن الدرس قال أنا نجيب ما تعدى المدرسة دايم طول الحياة ألبوا مهم لاحظ على ابنه بتعذيب لجل ينكل الولد عن جميع الماضيات كان يدرى زوجتله حرام ما يثيب كان مرته من حريم من بعضهن دايحات قالت لا تزعل ولدنا ترضه يا الحبيب الولد شاطر وحافظ دروسه كاملات كان مرته من حريم مخيبة الطريب لو بدل في حياته من الدنيا ممات واذكر الله عد مزن من المنشى صبيب والرسول المصطفى والرسول اللي مشى لأمته بالصالحات اللهم صل وسلم على محمد.
صح لسانك أبو فضي. صح صح لسانك. نرجع الحين المتعب الديري أبو فهد. نعم طال عمرك. وش عندك للمشاهدين؟ والله طال عمرك في قصيدة مفندها علي نجر فيصل العتيبي. نعم. رديت عليه. وش يقول؟ والله يقول نجر: اليوم خليت القلم يرع فرعاف ويكتب على بيضل ورق من قصيدي وهذا الغرام، وجبت قاف ورا قاف قاف جديد وفيه معنى جديدي، وبسند المعنى على ذخر الأشراف اللي لهم بالكون باس شديدي، وناخذ مع الموضوع هده ومحراف، والسر يبقى عند ساع البريدي اللي صرت صراف وفي سوق صراف يزيد من عرفي ويكثر رصيدي. اللي صرت صراف وفي سوق صراف يزيد من عرفي ويكثر رصيدي. يا متعب الديري ارسم تلك الأهداف وانت هدفك مع الرماية بعيدي، أبا اشتكي لك حدة الطير عساف، طير يهد ولا الحباري يصيدي. يا طير يلي خابره قبل عراف، ويا طير طيري غداله بالخضيرة ترفراف، أبا اشتكي لك حدة الطير عساف، طير يهد ولا الحباري يصيدي. يطب غبة البحر فوق مجداف ويقرب يقرب من حبال الوريدي. يا طير يلي حاسبه قبل عراف، يزيدني حمله ولا يستزيدي، في كل يوم يزيدها ضعف الأضعاف، يكفخ بجنحانه على ما يريدي. يكفخ بجنحانه استعد قدم وخلاف ويضرب بشلفه خالد بن الوليدي، وأنا مع النزهة على راس مشراف والحبل بيديني قوي جويدي. ما بغيك تفزع لي ولاني بخواف، ولا انت كف ولا الفزع يا عضيدي، ابغاك تحكم بيننا حكم الانصاف، حكم فريد وعند رجل فريدي. حكم العداله ما نبي حكم الاجحاف، وما انت للضاوي ولا انت الزعيدي، قبل انت قاسم بيننا رد الاسلاف وتصفي على عنتر وعبد المجيدي. ويجي لها مدقر وتزداد بطراف وسوالف من هالعده تستفيدي، والرفق هاللي تجرح القلب تنعاف، والطق يكسر مبهمات الحديدي. حل المشاكل يا بعد كل مزهاف، اخترت رايك يوم رايك رشيدي، وتمت بذكر منزل الغيث هتاف، ويا مخزي الشيطان لو هو مريدي. هذه قصيدة الأخ نجر. نجر فيصل. رديت. نعم. رديت عليه طال عمرك. اي نعم. يا مرحبا عداد من حج والطاف، ترحيب تنفيها المودة تزيدي، عداد همال يجي مزن هرداف، بمر الذي له يسدون العبيدي. ترحيب تنفيها البراهين تنشاف، ابراع الجواب اللي جوابه سديدي، اللي طواريقه لها عدة أصناف، بحال ابتحل وبحال منها استفيدي. نجر العتيبي عقب مروين الأسياف، ونطاحت الواجب تعامل سنيدي، يشكي علي الطير مسموم الأطراف، اللي يهد ويستبد ويعيدي، بأحلام في طبعه وفيه رواف، هذا حسب عرفي وحسب تحديدي، وشرح لي الموضوع عن كل ما شاف، وعد العديد وطاف شيء عديدي، والعلم به لفه وطفه ومعطاف، ونجر عنيد وراي طيره عنيدي، طيره بقاله بالخضيره ترفراف، فوق الهضاب الشاه قاتل بعيدي، وهاف وتهايف واعتلى راس مهياف، وبطلعته زاد العقود تعقيدي، ونجر حسب قوله ما هو خابر خلاف، من شان يشارك تايلين الثميدي، ونجر طلع هداف والصقر هداف، هذا الصحيح وذا الكلام الزنيدي، واهدافهم فيها طعم سم الاكلاف، سم يحش عروق خضر الجريدي، والكل منهم بالجنب مصر في سراف، واحترت من بين النذر والوعيدي، وانا لبو حجرف ولا الطير عساف، وارضى خواطرهم ربيعي وعيدي، ولا ودي ان يبل جمل تصل الاظلاف، ويشكي ملاي الهلكه والوليدي. ونجر طلع ونجر ويا نجر انا باصف لكم بعض الاوصاف، وانتهت عرف العلم ما انته بليدي، لذله بالغاره ورا كل حواف، وتبيدر سابك وحيلك يبيدي، ما طال ما جال المواقيف ميقاف، مالك ورا القطب الشمالي فقيدي، ويبرز الرع الحذف مليون حذاف، وجمع الزناتي يلتقيه ابو زيدي، وتمت بذكر مكون النون والكاف، محيا الهشيم اللي يغصونه حميدي، وسلامه سبحانه. صح لسانك صح لسانك ابو فهد. صح بدنك. والحين يا جماعه نرجع مع الالغاز، عندنا سعود الغريب. عندك لغز؟ اي والله. قرب الميكروفون والله. اللي يقول ويش عود
حامل له في بنات. اي وش عود حامل له في بنات. اي نعم. والبنات بوسط بطنه حاملات. قدرت متصرف فيها الاله جل من يظهر من الحب النبات. عيد ابو بدر. وش عود حامل له في بنات. في بنات. والبنات بوسط بطنه حاملات. حاملات. قدرت متصرف فيها الاله سبحانه. جل من يظهر من الحب النبات. ايش تقول يا ابو سلامه؟ والله الرأي للجميع. لا تذكر شوي يا سعد مسعود الحربي. ما عندي حل يا ابو ابراهيم. وحميد بحيمان. والله ابو هندي. والله الربع حباب السندي. نعم والله الربع ما محمود العنزي. يلا اللي عنده راي. والله هو لقطه. هو لقطه اللغه. والله لقطه. والله ما عندنا لحل. وحجي ما عندك لحل؟ لا انا بحول عليك. نعم معروف يعيد لكم يمكن تحلونه ان شاء الله. عده ايش تقول يا ابو بدر؟ ويش عود حامل له في بنات. اي والبنات بوسط بطنه حاملات. حاملات. قدرت متصرف فيها الاله جل من يظهر من الحب النبات. سبحان ربع العود مو بالبحر. ايش تقول يا حجي؟ سموه بالبحر العود. والله يمكن هذا البحر. البحر واللولو ولا ايش تقول يا ابو بدر؟ والبحر. البحر. البحر. هذا هو البحر. هذا البحر. البحر هو البحر. صح. سلوم فريح. نعم. عطنا اللغز اللي عندك. يقول انشدك عن عذره لها ريش وجناح. انشدك عن عذره. انشدك عن عذره لها ريش وجناح. وجناح. تسبق طيور البر لكن ما تطير. أنشدك عن عذرة له ريش وجناح تسبق طيور البر لكن ما تطير تاكل حجر وتحب كثرة الانشراح وتزعل اللي عطيت وبر ولا حرير. وتزعل اللي عطيت وبر ولا حرير. ايش تقول ابو هندي؟ والله هذه أكثر الله هذه ما أعرفها. مطر مفضي. والله ما أدري. حجي سامي العين. سامي العين. يا قربها من العين. تأكل الكحل وتأكل العين. هذا العين. صحيح. الحين أبو فهد عنده لغز يمكن. أي نعم عنده. خلنا نسمعه وربعنا الموجودين. أسألك عن بنتن اللي أنشدوها تظهر خفيات العلوم الخوافي. الخوافي. أنشدك عن بنتن اللي أنشدوها تظهر خفيات العلوم الخوافي وتعلم العدوان في سر ابوها عن سرها الخافي تزيح الحافي خرسة ولا تسمع ندى اللي دعوها وعم يا بصيره والفؤاد متعافي. والفؤاد متعافي. ابو بدر سعود هذه الغريب. والله انا ما ادري كم سمعت التلفون. لا ما هي سمعت التلفون. ابو سلامه ما عندي لا حل. سعد مسعود. والله ما ادري انا ما عندي. ابو فهد غميق. ابو هندي. نعم والله يا الربع انا ابرمع لي رمعه. وش تقول؟ واما صادق ولا اخطر؟ هو مثل اللقطه ما إيه. انا اقول انسان ما هي عد يا ابو فهد عد اللغز. انشدك عن بنت اللي انا شدوها تظهر خفيات العلوم الخوافي اي وتعلم العدوان في سر ابوها عن سرها الخافي تزيح الحافي. والله ولا تسمع ندى اللي دعوها وعم يا بصيره والفؤاد متعافي. متعافي والله واضحه. اي نعم اظنها البصمه. وهذه هي البصمه. وهذه هي البصمه. هي البصمه. ها اي نعم هذه هي البصمه. يا حمود العنزي عطنا القصيده اللي عندك. والله القصيده غزليه يا ابو رايد. نسمعها ان شاء الله. الغزله مستمع اكيد. القصيده طال عمرك يقول يا شوق عاتبني وعاتب زمانك اللي رماني في هواك وتبعد. اللي رماني في هواك وتبعد. ذكرتني يا شوق ماضي حنانك وجروح ما بين الحنايا تجدد خاب الامل. يا شوق والحظ خانك وتفكيرك اللي كل يوم يتردد وخدعت منه صان حبك وصانك واليوم بفراق الحبايب تهدد الحب والعشاق والشرع دانك خليت نيران الضماير توقد. يا شوق قدم لي عظيم امتنانك انا على اخلاص المحبه موسد ولا ابتعد معروف شنه مكانك ما بيك مهما يا حبيبي تودد. سلامتكم وسلام المشاهدين. وبيك صح لسانك. وبيك نهاية البيت. وبيك ما بيك مهما يا حبيبي تودد. توقد صح لسانك. صح لسانك. صح بدنك ابو حي. نرجع على سعد مسعود الحربي. نعم عطنا القصيدة اللي عندك. حاضرين يا ابو ريم.
يا عين يلي نومها ما اهتنت فيه سهرت يوم ان البشر ممرحيني اسباب دنيا ما تعلم بطاريه وهذه سواتها من طويل السنين اسباب دنيا ما تعلم بطاريه وهذه سواتها من طويل السنين هذا تقصر به وهذاك تغنيه والاجي والارزاق فوق الجبيني هذا تقصر به وهذاك تغنيه والاجل والارزاق فوق الجبيني ترى تثير المال كل يراعيه وترى تثير الناس ليه ميديني لو ان حلاله دائم الدوم مشديه ولا يعطي لي العطاء محتريني لو ان حلاله دائم الدوم مشديه ولا يعطي لي العطاء محتريني ترى الردي لو طاب طيبه يخليه والواجبه من واجب المستحيني والعقل لو ينباع ما حد بيشريه كل يقول انه من الطيبين وكل يقول ان الخطا ما يسويه يا مكثر المخطين والمقتديني والعقل لو ينباع ما حد بيشريه كل يقول انه من الطيبين كل يقول ان الخطا ما يسويه يا مكثر المخطين والمقتدين واجد من اهل المال ما له يزكيه ويدفع صدقته بالسنه مرتين ويقضي لك الحاجه اللي جيت نصيه وجه على طول الدهر ما يشيني ويقضي لك الحاجه اللي جيت نصيه وجه على طول الدهر ما يشيني يعلب الدنيا الطول اللي يليه ويعلم مثله بالعرب واجديني يقول هل مجهد ان في معانيه ولقون العراف يسامعيني لكن جربت الوقت مره وحاليه ويلا عسنا الهدف صايبيني صايبيني يقول هل مجهد في معانيه ولقون العراف يسامعيني لكن جربت الوقت مره وحاليه ويلا عسنا الهدف صايبيني وصلاة ربي عد مسال وديه وعدد مطاف الحرم محرميني على نبي سنت نهتدي فيه صلوا على المختار يا المسلميني اللهم صلي اللهم صلي وسلم على محمد صح لسانك يا اخ سعد صح لسانك صح بدنك ابراهيم فكرت بالدنيا كف الله شرها كف الله شرها واخترت من بعض المثايل قليلها هذه عند حج خلف اي نعم يمكن برساله ضمن بريد من شاعر من الامارات قال محمد عايض بن سعيدان اي نعم طال عمرك وش يقول خلنا نسمعها فكرت بالدنيا كف الله شرها واخترت من بعض المثايل زليلها ما كل من قال المثل يحكم المثل ولا كل من رازت تزيله يشيلها ولا كل من ينصح تجنب عن الخطا ولا كل من سمع النصيحه شقيلها ولا كل من راد العلا يكسب العلا ولا كل رجل كلمته ينصغيلها أبا أنصحك يلي تفهم نصيحتي وأعطيك من بعض المثايل ذبيلها حافظ على دينك ترى الدين مكسب ولا تخيب نفس العرش ربك ذليلها والوالدين احذر تضيع حقوقهم حق عليك حقوقهم تعتديلها والجار عز الجار واحذر عن الردى وحرمة قصيرك لا تغافل حليلها والضيف لا من جاك رحب بجيته وكرامته يرزق ربي بديلها وخويك اللي في طريزك يوافزك زي لها الخوة ومهد سبيلها ومهد سبيلها إيه نعم طلب بهذا أيها الإخوة نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بين الليل وانت مضيلي.